طيب وهذه تجهيزات الفرق الميدانيه لرجال الامن. طبعا عندك هنا الرصاصات الثقيله والاسلحه الخفيفه اللي توضع على نفس القايس الفرد الدريات الامنيه. طبعا عندك هنا اللي هو رشاش كلاشينكوف، وعندك بنطقيه الشتاير، وعندك اللي هو نص رشاش MP5، وعندك اللي هو G36 البديل G3، ومسدس جلوك 9 ملي. كذلك اللي هو عندك اللي هو العصا الخشبيه، وعندك بخاخ الرذاذ الفلفل، وعندك اللي هو الصاغ الكهربائي او الكشاف مسدس الغاز، وعندك هنا اللي هو الكلابش قيد الايادي. اللي هو عندنا جهاز حديد يتم استخدامه اذا كان في شخص حاول انه يهرب من الفرقه الميدانيه، يتم اطلاقه على الاقدام اللي يتم ضبطه. وعندك هنا اللي هو جهاز ابطال الكفرات، توضع غالبا في نقاط التفتيش. وعندك اللي هو هنا الستره الحاميه، كذلك اللي هو الخوذه.